نحن ربيانين بعائلة بتتعاطى زراعة الزيتون وعصر الزيتون. بلشت مع جدي بالزمانات، سافر على البرازيل وجاب مصاري وعمل معصرة زيتون وكانت تمشي على الأحصنة، بعدين طورها بي وجابوا على الحجار، بعدين إخواتي عملوها ميكانيكال. توصف بالشجرة المباركة، بين أحضانها نشأت ومن خيراتها ارتوت لتعمل طيلة سنوات على مراقبة محصولها وتحسين ظروف إنتاجها. بال 2014-2015 عملوا بروجرام الـ USAID ليساعدوا بدومين الزيتون، وقالوا إذا في تعاونيات بنعطيهم فراتات، وهالفراتات هي بتأجريها للمزارعين لحتى تخفف من الكلفة عليهم وبتعطي إنتاج أكتر وجودة أكتر بالزيتون. تنشيط التنمية الريفية من أبرز أهداف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولا سيما في الأرياف والأطراف. وفي هذا الإطار تندرج مبادرتها في بلدة لبعة، الهادفة إلى تطوير القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية وزيادة دخل سكان المنطقة. USAID ساهموا إنه بعثوا مهندسين زراعيين يعملوا محاضرات ليقولوا لهم للمزارعين كيف يحسنوا الزراعة ويحسنوا القطف تيتحسن الإنتاج، بيلاقوا لهم سوق أحلى من قبل، لتقدر تفوتي على السوق العالمي ما بقى فيك تمشي بالطريقة القديمة.